الان الله سبحانه وتعالى امر الناس باتباع علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه واله، والاوصياء من بعد امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. اذا الانسان اطاع يحصل هذه الفوائد والثواب المذكور في هذا الحديث. واذا عصى فالله سبحانه وتعالى اوعده. بالعذاب وبالنار. ومن فوائد اتباع امير المؤمنين لانه اطاعه للرسول ايضا لان الرسول ايضا امر باطاعته ان رسول الله صلى الله عليه واله يشفع وشفاعه الرسول تشمل من اذن الله سبحانه وتعالى للشفاعة له، إذا واحد مشرك كافر الله لا يأذن في الشفاعة له ولا يشفع له الرسول. إذا واحد حارب علي ابن أبي طالب، أبغض علي ابن أبي طالب، الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة له، فلا يشفع. وماكو واحد يدخل الجنة إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا تفصيله في باب الشفاعة، هناك بحث مفصل. أن الإنسان بذاته لا يستحق على الله سبحانه وتعالى ثوابا وإنما لأن الله وعد صار حق على الله حقا علينا ننجي المؤمنين والله سبحانه وتعالى اشترط الجنة بمجموعة أمور إذا الإنسان وفر هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يأذن في أن يشفع له لكي يدخل الجنة فلا أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله طبعا عندنا في الأحاديث أن الشهداء يشفعون العلماء يشفعون الصلحاء يشفعون المؤمن العادي يشفع وهذه مراحل لأن الإنسان يحتاج إلى أن يوصل إلى حالة من القابلية لدخول الجنة وهذه تحتاج لها مراحل المرحلة الأولى أن مؤمن عادي يشفع له هذا يترقى يصير إلى قابلية مثلا أن يشفع له الشهداء فإذا شفع له الشهداء يترقى درجة يصير إلى قابلية أن يشفع له مثلا الأنبياء وإذا شفع له الأنبياء يصير إلى قابلية بترقيه بسبب هذه الشفاعة أن يشفع له الأئمة وإذا شفع له الأئمة أيضا تصير إلى قابلية لكي يشفع له رسول الله وإذا شفع له رسول الله صلى الله عليه وآله أدخله الله الجنة هاي بالترتيب الطولي مثلا من باب المثل هذا بعض الأحيان الأمثال لتقريب الأمور المعنوية إلى الأذهان بأمثلة مادية لنفرض أنه أنت شخص تريد تجعله مدير جامعة زين مو واحد تجيبه أمي تخلي مدير للجامعة يحتاج له مرور بمراحل الدخلة في الصف الابتدائي خلص الابتدائية يصير له قابلية لكي ينتقل ينتقل إلى المرحلة المتوسطة خلص المرحلة المتوسطة يصير له قابلية لكي يدخل في الثانوية خلص الثانوية تصير له قابلية لكي يدخل في الجامعة خلص الجامعة تدخل في دورة إدارية يصير له قابلية لكي يكون مديرا للجامعة هاي مراحل لازم يقضيها حتى منزلته ترتفع إلى أن يصير إلى أهلية لهذا الأمر أو إذا أنت تشوف مثلا شخص فقير مستضعف تريد مثلا تهب له دارا شوف ما يصير مباشرة تهب له دارا تخلي له مراحل في مرحلة مثلا تساعده بمبلغ من المال يصير إلى قابلية انتقل للمرحلة الثانية أنه مثلا تستأجر له دار يصير إلى قابلية تنقل إلى مرحلة ثالثة بأن تهب له دارا مثلا تمرر بمراحل الشفاعة هكذا حسب ما يستفاد من الأخبار ومن الجمع بين الأخبار إحنا عندما نذهب إلى المحشر ما إلنا قابلية أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله إحنا ما إلنا قابلية وإنما يأتي مثلا أحد المؤمنين يشفع لنا عندما تضم شفاعته لنا منزلتنا ترتفع إذا ارتفعت منزلتنا يصير لنا قابلية لكي أحد الشهداء يأتي ويشفع لنا. بضميمة شفاعة هذا الشهيد درجتنا ترتفع منزلتنا ترتفع إلى أن يشفع لنا الشفعاء واحدا تلو الآخر كلما ارتفعت منزلة ترتفع المنزلة إلى أن يشفع لنا الأئمة، إذا شفع لنا الأئمة يصير لنا قابلية لكي يشفع لنا رسول الله. صلى الله عليه وآله وإذا شفع لنا الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة بفضله وكرمه هسه نمثل مثال آخر أيضا مثال عرفي واحد إنسان عادي يريد يلتقي برئيس الجمهورية مثلا مثل ما يطو وقت ما يطو موعد رئيس الجمهورية مشغول بأمور مهمة أنت إنسان عادي لا يعطي لك وقتا أنت تروح هذا الإنسان العادي يروح يلقي له واسطة زين يشوف مثلا شخص يعرفه إلى قرابة مع شخص يشتغل في مكتب رئيس الجمهورية زين يروح يم هذا صديقه أو قريبه يقول له يا أنت عرفني لفلان اللي يشتغل في مكتب رئيس الجمهوريه. فهذا الوسيط يعرف هذا لذاك، ذاك اللي يشتغل بالمكتب ما يعرف هذا، لكن لان الوسيط عرفه زين هذا الشخص يروح لذاك اللي يشتغل في مكتب رئيس الوزراء. يقول له توسط لي حتى التقي برئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه مثلا. يقول له زين انا ما اقدر اخلي لك موعد، انت لازم تشوف رئيس المكتب بس اني اتوسط لك عند رئيس المكتب يخابر رئيس المكتب ان فلان يريد يلتقي برئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء خلي له موعد زين هذا لرئيس المكتب ايضا يلتقي بهذا الانسان ويشوفه يشوف لا باس ان يخلي له موعد ويخلي له موعد مع رئيس الوزراء زين هذا الانسان العادي ما كان يعرف رئيس المكتب وما كان يعرف الموظف في المكتب يعرف هذا الشخص اللي هو قريب لاحد او صديق لاحد الموظفين في المكتب لكن بهذه الطريقه تمكن من ان يوصل نفسه الى مثلا رئيس الجمهوريه لكي يلتقي به هذا مثال مادي لتوضيح الفكره الشفاعه بمعنى ان الانسان ما له قابليه للجنه حتى لو هو مصلي حتى لو هو صائم حتى لو هو حاج ما إلى قابلية الله حكيم فيوجد في هذا الإنسان القابلية للجنة لأن الله حكيم وفي نفس الوقت كريم يريد هذا الإنسان المؤمن يكون له القابلية لدخول الجنة فيهيئ الأسباب الأسباب كيف تتهيأ بالشفاعات الطولية فإذا الإنسان اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وأطاع الرسول في ما أمر به من اتباع علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده هذا الإنسان يصير إلى قابلية لكي يشفع له فإذا شفع له يعني شفع له رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الجنة